ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أبي داود: يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل. الشظية القطعة من الجبل، وقيل هي الصخرة التي تكون في أعلى الجبل كأنها أنف للجبل، المهم سواء كان في جبل أو لم يكن، المهم أنه في فلاه. يعجب ربك من راعي غنم بجبل يؤذن للصلاة، فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي يؤذن ويقيم يخافني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة.